مكملة. محاضرة اليوم، محاضرتنا الثالثة، هي تكون عن الأنتي بادي أو ميار في الأجسام المضادة. شنو هي الأنتي بادي أو شنو هي الأجسام المضادة؟ هي نوع من الجلايبولينات المناعية، الأميون جلوبينز، ويشار إليها باختصار هي الآي جي إس، يعني الرمز بتاع الأجسام المضادة أو الأنتي بادي. هي شنو؟ هي عبارة عن نوع من البروتينات السكرية جلايكوبروتين تتفاعل مع المستجدات لجسم الغريب اللي يحفز على إنتاجها، ويتم الأجسام المضادة يتم إنتاج الأجسام المضادة بواسطة الخلايا البائية أو الخلايا البلزمية. الأجسام المضادة يعني كيف يتم إنتاجها أو أمتى يتم إنتاجها أو تكوينها داخل الجسم؟ طبعا عندما تحدث الإصابة ودخول المستجد أو الأنتيجين داخل الجسم، فهنا يحدث تحفيز أو تنبيه للجهاز المناعي، وتحدث الاستجابة المناعية، ويتم إفراز الأجسام المضادة وتعمل محاربة المستجدات أو الأنتيجين. ليش يتكون الضد هذا؟ هو يعني الأجسام المضادة أحيانا نلقاها يطلق عليه الأجسام المضادة أو الأضداد الضد يعني، أو أحيانا الأنتي بادي، يعني هي كلها نفس المعنى أو نفس الاسم. يتكون الضد أو الجسم المضاد هذا من أربع سلاسل من عديدات البيبتايد على شكل سلاسل. نلقاها السلسلتين الخارجيتين تكون خفيفتين، والمركزيتين تكون ثقيلة، وتكون مرتبطة مع بعضها على شكل حرف واي، الشكل بتاعه والشكل العام بتاعها. طبعا الأجسام المضادة لها عدة أنواع، حوالي 5 أنواع، وفي بعض الأنواع يكون لها أكثر من شكل. نجي النوع الأول اللي هو الآي جي اي. الآي جي اي هذا يوجد منه نوعين، الآي جي 1 والآي جي 2. فهذا النوع من الأجسام المضادة أو الأنتي بادي في الغالب نلقاه موجود في المناطق المخاطية زي الأمعاء، زي المجاري أو القنوات التنفسية، المجاري البولية. تعمل حماية هذه المناطق من الميكروبات والممرضات بشكل عام. النوع الثاني اللي هو الآي جي دي له نوع واحد، يعني هذا له نوع واحد، وهذا يعمل بصورة أساسية كمستقبل للمستجدات على سطح الخلايا البائية. وطبعا هو وظيفته يعتبر أقل من الأنواع الأخرى، يعني ما لهش دور كبير نفس باقي الأنواع الأخرى. نجي الآي جي إي، هذا مهم جدا، هذا النوع من الأنتي بادي طبعا له نوع واحد، وهذا مهم جدا في حالة الحساسية، عند حدوث مرض الحساسية نجد هذا الأنتي بادي والأنتيجين له دور مهم جدا، حيث يرتبط بما يعرف بالمستأجرات أو الألجيرانس، هي زي حبوب اللقاح، زي الوبر، زي الصوف، يعني هذا المقصود بها. فيحفز إطلاق الهستامين من الخلايا البدينة، وله دور مهم جدا في الحساسية، قلنا ضد الديدان الطفيلية، يعني هو مهم جدا في حالة الحساسية وفي حالة الديدان الطفيلية. نجي النوع الرابع اللي هو الآي جي جي. هذا النوع له 4 أشكال، الآي جي جي 1 والآي جي جي 2 والآي جي 3 والآي جي 4. طبعا هذا يوفر يعني أغلب المناعة، يعني أغلب المناعة نلقاها يقوم بها هذا النوع من الأجسام المضادة، أو تكون المناعة أو أغلب المناعة مبنية على هذه الأجسام المضادة هي الآي جي جي، يعني ضد الميكروبات الغازية بشكل عام. فبالتالي هو أيضا من الأجسام المضادة المهمة جدا، يعني أغلبية المناعة تكون معتمدة على هذا النوع من الأجسام المضادة. النوع الآخر هو الخامس اللي هو الآي جي إم، هذا أيضا له نوع واحد، يعني ونجده في الغالب يكون على أسطح الخلايا البدينة، ويتم إفرازه بغزارة عالية، ويقضي على الميكروبات، يساهم في القضاء على الميكروبات. يعني الأجسام المضادة كلها يعني لها دور مهم جدا في القضاء على الميكروبات، هي تم تحفيزها وإنتاجها عندما دخل جسم غريب للجسم، يعني حتى التنبيه لجهاز المناعي. هل الأجسام المضادة هذه لها دور يعني أو لها استخدامات طبية أو استخدامات أخرى؟ بالتأكيد، يعني فالأجسام المضادة لها دور مهم جدا في تشخيص العديد من الأمراض، يعني معالجتها كذلك تستخدم في البحوث الطبية وفي الدراسات أخرى مختلفة، يعني فتشخيص الأمراض كيف يعني كيف تفيد الأجسام المضادة في تشخيص المرض. عند التقاط هي لما نلقى نحن في الجسم أو في عينة المصل ناخذها في أجسام مضادة، فهذا يعطينا مؤشر على أن
الجسم هذا أصيب أو تعرض لعدوى يعني سابقة، سواء كانت تعرض لعدوى بشكل عام، سواء كانت سابقة أو كانت حالية، المهم الجسم هذا تعرض إلى عدوى جرثومية، حيث أن المستضد يعني لما هو قلنا دخل لجسم العائن هذا أو جسم الإنسان، يعني حث تنفيذ الجهاز المناعي وحث الاستجابة المناعية وإنتاج الأجسام المضادة. فبالتالي هذا يساعد حتى الطبيب يعني على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الشخص المصاب يعني. فلكن احنا قلنا الأجسام المضادة يعني قد يستمر تواجدها يعني حتى بعد الشفاء. احنا حكينا لما حكينا على المناعة المكتسبة قلنا هناك ما يوجد ما يسمى بذاكرة، ذاكرة الجهاز المناعي في حالة المناعة المكتسبة. قلنا المناعة المكتسبة يعني تحدث بعد أيام يعني من الإصابة بالمرض، يتم إنتاج الأجسام المضادة ومحاربة الأنتيجين أو المستضد. الزيادة أو الزائد من الأجسام المضادة قلنا يتم تخزينها في الذاكرة في الجهاز المناعي. فالأجسام المضادة يتم تخزينها يعني حتى بعد ما يشفى المريض من هذا المرض، فبالتالي في أجسام مضادة يتم تخزينها، فعندها في حالة غزو نفس الميكروب للجسم مرة ثانية فتكون هنا الأجسام المضادة موجودة في ذاكرة الجهاز المناعي، تبدأ على إيش مهاجمة هذا المستضد يعني. لكن نحن لابد من التمييز ما إذا كانت هذه الأجسام المضادة هي أجسام مضادة لإصابة حالية أو إصابة سابقة، يعني هي طلعت لنا أجسام مضادة لكن مش عارفين هل الأجسام المضادة هي سببها إصابة حديثة أو عدوى حديثة أو عدوى سابقة، وهذا الأجسام المضادة كانت مخزنة في ذاكرة الجهاز المناعي. نعتمد على عدة أمور نحن عشان نبي نميز أو نبي نعرف هل الأجسام المضادة هذه حديثة أو أجسام مضادة يعني سابقة. أول شيء يعتمد على تركيز الأجسام المضادة بالمصل، يعني إذا كان الأجسام المضادة موجودة بعدد كبير يعني أو موجودة بعدد أقل، فهذا يبين لنا يعني إذا كانت إصابة سابقة أو إصابة حديثة يعني. أيضا نوع الأجسام المضادة يعني بطريقة هي نستطيع أن نحدد يعني نوع المرض، نحدد إذا كانت الإصابة يعني حديثة أو لا، كذلك تاريخ الحالة المرضية مهم جدا، الأعراض يعني الظاهرة على المريض هل هي مطابقة للأعراض التي ممكن أن يسببها نوع الميكروب المحفز لهذا اللي حفز إنتاج الأجسام المضادة، يعني نشوف الأعراض ظاهرة على المريض ونقارنها بالأعراض التي معروف أن هذا النوع من الميكروبات أن يسببها يعني. فعن طريق هذه الأمور نستطيع أن نحدد ما إذا كانت الأجسام المضادة اللي وجدناها نحن في عينة المصل تم أخذها من المريض، إذا كانت أجسام مضادة حديثة أو أجسام مضادة لعدوى سابقة يعني. فبالتالي هنا يفيدنا جدا أو هنا نعرف أن الأجسام المضادة لها دور مهم جدا في تشخيص المرض ومساعدة الطبيب على اتخاذ الإجراءات الملازمة أو الإجراءات اللازمة لمعالجة الشخص المصاب. نبقى عرفنا أن الأجسام المضادة خمس أنواع، الـ IgA والـ IgD والـ IgE والـ IgG والـ IgM. طبعا الأهم والأساسي فيها هو الـ IgG له أربع أشكال، وقلنا المناعة يعني أغلب المناعة تكون مبنية على هذا النوع من الأجسام المضادة هو الأساس يعني. الـ IgE مهم جدا في حالة الحساسية، أيضا يحمل وظيفة أخرى يساعد أيضا في القضاء على الديدان الطفيلية. جيل المستضدات أو ما يعرف بالأنتيجين، المستضدات أو ما تعرف بالأنتيجين هي عبارة عن الأجسام الغريبة طبعا تعرف بمولدات الضد أو تعرف بالأنتيجين أو نسميها المستضد، يعني هي كلها نفس الاسم. لما نقول أنا مولدات الضد شو نقصد بالكلمة هذه أو شو نقصد به؟ إن هي سببت الضد هي الأجسام المضادة نقصد بها أنا اللي هي الأنتي بادي. فمن اللي حفز على إنتاج الأنتي بادي؟ يعني من اللي خلى الجهاز المناعي يحدث له تنبيه وتحفيز وبالتالي إنتاج الأجسام المضادة اللي هي الأنتيجين؟ عشان هيك ممكن نحن نسميها بمولدات الضد يعني أو الأنتيجين أو المستضد، كلها نفس الاسم. طبعا هي عبارة عن مادة غريبة عن الجسم تؤدي طبعا إلى حدوث الاستجابة المناعية بحيث يتم إنتاج الأجسام المضادة والتفاعل معها. شو معنى الكلام هذا؟ يعني لما يتعرض جسم الإنسان لدخول مادة غريبة يعني أي كان بكتيريا فيروس فطر أي كان حتى مثلا مادة غريبة أخرى مش لازم كائن حي يعني أي مادة غريبة زي ما قلنا زي حبوب اللقاح زي المواد الأخرى من قطن وصوف وإلى آخره، عندما تدخل إلى الجسم أي مادة غريبة تدخل إلى الجسم فهنا زي ما قلنا يحدث تنبيه للجهاز المناعي وتحدث سلسلة من الاستجابة نسميها الاستجابة المناعية، فهنا يتم إنتاج الأجسام المضادة التي تتفاعل مع الأنتيجين هذا وتبدأ تحارب فيه. هي عبارة عن تركيب كبيرة ومعقدة
ذات تركيبات كيميائية معقدة، يعني عبارة عن تركيب كبيرة يعني، وتركيبها الكيميائي يكون معقد جدا. نجي نصنف، أنا من نصنف الأنتيجين أو المستضدات من حيث التركيب، صنفها إلى نوعين: مستضدات كاملة، مستضدات ناقصة اللي نسميها الهبت. المستضدات الكاملة أو complete antigen هي مسؤولة عن شو؟ هي مسؤولة عن تنبيه الجسم وتقويل الأجسام المضادة. نفس المستضدات الكبيرة أو complete antigen تكون هي مسؤولة عن تنبيه الجسم وتقويل الأجسام المضادة، تنبه الجهاز المناعي إن في يعني بحيث إنه ينتبه الجهاز المناعي حتى تحفيز إنه في شيء غريب دخل ويبدأ في إنتاج الأجسام المضادة. هي تتركب كيميائيا اللي هي المستضدات الكاملة هذه من جزيئات كبيرة مثل البروتين والسكريات، أيضا الميكروبات والخلايا وغيرها يعني. هناك مواقع أنتيجينية نسميها الأنتيجين سايتست، وغالبا هي أكثر من يوجد أكثر من موقع أنتيجيني يعني. فيبقى هذا المستضدات الكاملة قلنا هي مسؤولة عن تنبيه الجهاز تنبيه الجسم حيث ينتج أجسام مضادة للمستضدات اللي دخلت الجسم، وهي عبارة عن تركيب الكيميائي بتاعها يكون متراكم جزيئات كبيرة ومعقدة مثل البروتين والسكريات وغيرها، لها أكثر من موقع أنتيجيني. النوع الثاني هي المستضدات الناقصة أو الهبتين. شو نقصد به؟ لما نقول أنا يعرف المستضد بالمستضد الغير كامل، هو يعني المستضد يعني لابد عشان نطلق عليه مستضد، أولا يكون حنقول احنا في الصفات متاعها يكون الوزن متاعها أكثر من 10,000، يعني 10,000 دالتون فما فوق يعني. فالمستضد الغير كامل هذا وزن الجزيء متاعه يكون أقل من 5,000. احنا اذا كنا بنقول مستضد عشان يكون مستضد جيد لابد ان يكون الوزن بتاعي يتراوح ما بين 10,000 وما فوق يعني، لكن لما نجي في حاله المستضد الناقص نلقى الوزن الجزيئي اقل من 5,000 دالتون يعني، مثل الدهون مثل بعض انواع السكريات. فهذه هذا النوع من المستضدات ليس لها القدره على تكوين الاجسام المضاده، هي بمعنى اخر ان هي مش هتحفز الجهاز المناعي ان هو ينتج اجسام مضاده لان هي ضعيفه يعني، فما حدش تنبيه للجهاز المناعي والتحفيز عشان يتم انتاج الاجسام المضاده الا في حاله تكون محموله على جزيء اخر يعرف بالحامل او كارير. يعني لما تكون عشان تتسبب في احداث الاستجابه المناعيه وانتاج الاجسام المضاده لابد ان تكون محموله على كارير ونسميه الحامل. في الحاله هذه حيحدث تنبيه للجهاز المناعي وانتاج الاجسام المضاده. اذا حدث تفاعل ما بين الهبت النظاهي والأجسام المضادة، الهبت نقصد به المستضد الناقص النظاهي، فإنه يكون غير مرئي. في الحالة لما يكون هو غير محمول على كارير، لأنه حيكون ضعيف، مش حيسبب في إنتاج أجسام مضادة، حتى لو أن تفاعل الأجسام المضادة يكون غير مرئي، يعني غير واضح. لكن في حالة أنه هو يكون محمول على حامل أو كارير، هيكون التفاعل مع الأجسام المضادة يكون واضح يعني. فبالتالي هو جزيء غير ممنع بذاته يعني، فلا يحرض على استجابة مناعية، فهي لا تحرض بذاتها على استجابة مناعية أولية أو ثانوية. إذا كان المستضد الناقص هذا أو الهابتين غير محمول على كارير أو حامل، مش حيحفزنا على حدوث الاستجابة المناعية، تفاعل مع الأجسام المضادة الموجودة يكون غير مرئي أو ضعيف. فهو لكي يتسبب في إنتاج الأجسام المضادة أو يحفز على إنتاج الأجسام المضادة لابد أن يكون محمول على الكارير. أنواع المستضدات أو الأنتيجين، عندنا مثلا مستضدات ذاتية. مستضدات ذاتية هذا النوع يكون ذاتية الأصل، حيث يقوم الجهاز المناعي بتكوين أجسام مضادة لهذه المستضدات أي ضد ذاته، وهذه الاستجابة مناعية تعتبر غير طبيعية. نوضح الكلام، يبقى شنو قلنا؟ قلنا مستضدات ذاتية أي هنا ذاتية الأصل. شو معنى ذاتية الأصل؟ إن هي من الجسم، هي خلايا أو أعضاء أو أنسجة من الجسم يعني، مدام ذاتية مستضدات ذاتية معناها هي من نفس الجسم، مش جاية من برا الجسم من خارج الجسم. فبالتالي هنا الجهاز المناعي شنو يدير؟ حيكون أجسام مضادة ذاتية، حيكون أجسام مضادة ذاتية، فهنا حتحدث استجابة مناعية، لكن هذه الاستجابة المناعية استجابة مناعية غير طبيعية غير
الطبيعية مثل ما يحدث هذا أو يتسبب في حدوث الأمراض، أمراض المناعة الذاتية مثلا زي الصدفية، زي الثعلبة، زي داء السكري النوع الأول إلى آخره. هذه الأمراض سببها شنو؟ أن الجهاز المناعي أخطأ. بمعنى آخر أو بتوضيح بشكل آخر، أن الجهاز المناعي في الحالة هذه أخطأ وهاجم خلايا طبيعية من الجسم فهاجمها، فبالتالي انتج، يعني اصبح الجهاز المناعي ينظر لهذه الخلايا او هذه الاعضاء او هذه الانسجه، ينظر لها على ان هي مستبدات، ينظر لها على ان هي اجسام غريبه لابد ان يقضي عليها ويخلص الجسم منها، بالرغم ان هي خلايا طبيعيه واعضاء طبيعيه من الجسم ما فيهاش مشكله، لكن الجهاز المناعي هنا حدث فيه خطا فهاجم هذه الاعضاء او الخلايا او الانسجه من الجسم ويصبح ينظر لها على اساس انها مستضدات، فاحنا في الحاله هذه احنا نسميها مستضدات ذاتيه، فكون اجسام مضاده ايضا نسميها اجسام مضاده ذاتيه، يعني ضد هذا النوع من المستضدات، فهذه طبعا حيسبب لنا مشاكل صحيه للجسم اللي حدث فيه هذه المشكله، وتحدث امراض عديده نسميها بامراض المناعه الذاتيه. نجي بعدين النوع الثاني اللي هو مستضدات غير ذاتيه، مستضدات غير ذاتيه. هذا النوع من المسددات تدخل يعني غير ذاتية، معناها حتكون من خارج الجسم، يعني توفر بين الذاتي قلنا مسددات ذاتية من داخل الجسم، بس الجهاز المناعي هو اللي أخطأ في الحالة هذه. لكن المسددات غير متجانسة أي الغير ذاتية في الحالة هذه، مسددات التي دخلت الجسم من وسط الخارجي، قد تكون بكتيريا، قد يكون فيروس، قد يكون أي كان الممرض أو أي كان هذا المستضد اللي دخل، يعني هو شيء من خارج الجسم مش من الجسم نفسه، عشان هيك نسميه مسددات غير ذاتية. فهنا حدث تنبيه للجهاز المناعي وحدث الاستجابة المناعية وتم إنتاج الأجسام المضادة. هنا يعني شيء طبيعي، يعني مسددات غير ذاتية دخلت الجسم، هي من خارج الجسم عشان هيك سميناها غير ذاتية. فهنا حدث تنبيه للجهاز المناعي وحدث الاستجابة المناعية وتم تكوين الأجسام المضادة لمحاربة هذه المستجدات. نجي النوع الثالث اللي هي المستجدات المتجانسة. المستجدات المتجانسة هي تلك التي تتفاعل مع الأجسام المضادة النوعية لها فقط، فهي يعتبر متجانس الأصل، يعني إيش من نفس النوع، هذا الأجسام المضادة من نفس النوع عشان هيك نسميها متجانس الأصل. النوع الرابع هي المستجدات المتغايرة. هذه المستجدات لها القدرة على التفاعل مع الأجسام المضادة لأنسجة حيوانات أخرى مختلفة عنها، لأنسجة حيوانات أخرى مختلفة عنها. يبقى هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن مستجدات اللي هي المستجدات المتغايرة، هي عبارة عن مستجدات لها القدرة على التفاعل مع أجسام مضادة لأنسجة حيوانات أخرى يعني مختلفة، زي مثلا نقول ناخذ مثلا من حيوان مثلا ون، وحدث تكوين مثلا أجسام مضادة، حدث تحفيز يعني الجهاز المناعي بتاعه إنتاج أجسام مضادة، فيمكن أن تتفاعل مع مستجدات من نوع آخر، يعني من نوع آخر، لذلك عشان هيك نسميها مستجدات المتغايرة. بالنسبة للمستجدات المتماثلة، هي أيضا هذا النوع يمكن نقول عليه أو نطلق عليه أن هي مستجدات تحت السيطرة الوراثية، لها علاقة بالأمور الوراثية، نجدها موجودة في كريات الدم الحمراء للإنسان، هي مسؤولة في حالة تحديد فصائل الدم، يعني مهمة جدا. هذه المستجدات تنبه الجسم على الاستجابة المناعية عندما في عملية النقل يعني عضو معين من الجسم إلى آخره، فهنا تتنبه أو تساعد في هذه المستجدات على استجابة، تنبه جسم الاستجابة المناعية أنه تم نقل عضو من برا الجسم. يعني يبقى عندنا خمس أنواع من المستجدات، مستجدات ذاتية وعرفناها وقلنا هنا في جهاز المناعي أخطأ وسبب لنا مشاكل صحية لأنه هو حارب خلايا وأعضاء من الجسم طبيعية. المستجدات الغير ذاتية قلنا هذه هي مستجدات داخلة من خارج الجسم، فبالتالي يعني حفزت الجهاز المناعي وحثت الاستجابة المناعية وتم إنتاج الأجسام المضادة. عندنا المستجدات المتجانسة هنا تتفاعل مع الأجسام المضادة من نفس النوع لها عشان هيك نطلق عليها متجانس الأصل. يعني عندنا المستجدات المتغايرة لها القدرة على التفاعل مع الأجسام المضادة لأنسجة حيوانات مختلفة عنها، يعني هذا تقريبا مثلا زي ما شخص مصاب أو حيوان مصاب، يعني هذه تساهم حتى في عملية اللقاحات، يعني نوع من اللقاحات في تحت بالكيفية هذه يتم حقن الميكروب في حيوان معين للتحفيز علشان إنتاج أجسام مضادة، بعدين يخلط في شكل مصل ويتم حقن، يعني بالكيفية هذه نفس فكرة العمل يعني. بعدين عندنا المستجدات
المتماثلة، قلنا هذه لها علاقة بالأمور الوراثية، نلقاها موجودة في كرة الدم الحمراء ومسؤولة عن تحديد الفصائل الدم المختلفة. كذلك تنبه الجسم في حالة استجابة مناعية عند نقل، يعني مثلا نقل عضو جسم معين، أو نجيب مثلا عضو، هي عملية الزرع يعني، فهي تعمل على التنبيه. طبعا لما بننقل آلة مثلا عملية الزرع وكذا، حيعتبر كأنه مستضد للعضو اللي نقلناه، فهذا هذا النوع من المستجدات يعني تعمل تنبيه للجهاز المناعي. فهناك أيضا بعض الصفات التي لابد أن تتميز بها المستضدات. كيف نطلق نقول المستضد إن هذا مستضد جيد أو هذا مستضد غير جيد؟ لابد هناك في شروط معينة، في صفات معينة يتميز بها يعني. فأول شيء إنه يكون مادة غريبة، لازم يكون مادة غريبة. فالجهاز المناعي عشان يحدث، يعني قلنا أن الجهاز المناعي يتمكن من التمييز بين الذات والغير الذات، بحيث لا يستجيب إلا للمواد الغريبة، إلا في حالات، يعني إلا في حالات زي ما تو حكينا عليها، في حالة المستضدات الذاتية، هي طبعا عبارة عن خطأ، عبارة عن شيء غير طبيعي، إن الجهاز المناعي أخطأ وهاجم خلايا أو أعضاء طبيعية. لكن الجهاز المناعي له القدرة زي ما حكينا على معقد التوافق النسيجي، إن عن طريقه يستطيع الجهاز المناعي أن يميز الذات وغير الذات. الذات نقصد بها ان يعني شيء من الجسم نفسه، خلايا او عضو من الجسم نفسه، انه يكون عارفه ان هذه خليه طبيعيه، هذا عضو طبيعي من الجسم ما يهاجمش، ويقدر يميز الغير الذات اللي كلنا قلنا معقد التوافق النسيجي، النمط الاول النمط الثاني، هذول مهم جدا في هذه العمليه. فعن طريق النمط النوع الثاني يستطيع ان يميز ان هذا شيء غريب دخل الجسم. فهناهي عشان نقول ان المستضد هذا مستضد جيد، فلابد ان هو يتسبب في تنبيه الجهاز المناعي، لابد ان تحدث الاستجابه المناعيه، انتاج الاجسام المضاده. فهذا لا يحدث الا اذا كان المستضد جسم غريب او ماده غريبه عن الجسم، لان قلنا لو كان المستضد من نفس الجسم زي ما قلنا في هاجم خلايا طبيعيه، فهذا يعتبر شيء غير طبيعي اصلا، شيء استثنائي يعني. لكن احنا نحكي عشان يكون المستضد جيد، فلابد ان يكون ماده غريبه عن الجسم، ميكروب، أي كان ممرض، أي جسم غريب داخل الجسم، عشان هو يحفز لنا الجهاز المناعي، ينبه الجهاز المناعي وتحدث الاستجابة المناعية. الشيء الثاني هو الحجم، حجم المستضد. فلابد أن يكون الحجم لكي تحدث الاستجابة المناعية، لابد أن يكون الوزن المستضد كبير، يعني قلنا أكثر من 10,000 دالتون، يعني فأقل مش هيحفز الجهاز المناعي، مش هتحدث الاستجابة المناعية. فمثلا الجزيئات ذات الوزن الصغير مثلا زي الأحماض الأمينية، السكريات الأحادية، لا تعتبر مواد محدثة للمناعة، لأن الوزن الجزيئي بتاعها صغير، فبالتالي مش هتحدث الاستجابة المناعية. لكن لكي تحدث الاستجابة المناعية لابد أن يكون الوزن الجزيئي المستفيد كبير، قلنا من 10,000 دالتون فأكثر، يعني زي ما احنا شفنا لما حكينا عن المستضد الناقص أو الهابتل، قلنا الوزن الجزيئي بتاعه أقل من 5,000 يعني، فالوزن الجزيئي بتاعه ضعيف، مش هيسبب لنا في حدوث استجابة مناعية، يعني مش هيكون محفز عن إنتاج الأجسام المضادة إلا في حالة تكون محمول على حامل أو معه بالكارير يعني. فبالتالي لابد أن يكون الحجم المستضد، عشان نقول إن هذا مستضد جيد، لابد أن يكون الحجم بتاعه أكثر من 10,000 دالتون يعني، لأن لأقل من 10,000 في اللي أقل من 1,000 يعني. إحنا قلنا مثلا المستضد الهابتن هذا أقل من 5,000، لو كان الوزن الجزيئي أقل من 1,000 هذه تعتبر مولدات مناعة ضعيفة يعني، مولدات مناعة ضعيفة يعني، مش هيكون إنتاج أجسام مضادة، مش هتحدث استجابة مناعية بشكل يعني يحمي الجسم. يبقى نجي النوع الثالث اللي هو التركيب الكيميائي. التركيب الكيميائي لكي يكون المستضد جيد، لابد أن يكون على درجة عالية من التعقيد الكيميائي، يكون التركيب الكيميائي بتاعه معقد يعني. شو معنى الكلام هذا؟ لكي يكون المستضد جيد يكون على درجة عالية من التعقيد الكيميائي، يعني كل ما كان عدد الأحماض الأمينية المكونة للمادة البروتينية كبير، كان مستضد جيد. عشان هيك نلقى ان المواد الدهنيه والكربوهيدراتيه مستضدات ضعيفه. يبقى ايش عشان يكون مستضد جيد من ناحيه كيميائيه او التركيب الكيميائي؟ لابد ان يكون على درجه عاليه من التعقيد الكيميائي، التركيب الكيميائي بتاعه
معقد في عدد كبير من الأحماض الأمينية اللي هي مكونة للمادة البروتينية. فكل ما كان التركيب الكيميائي بتاعه بسيط أو أقل زي المواد الدهنية والكربوهيدرات، فتعتبر على مستجدات ضعيفة، يعني مش هتحفز على حدوث على الاستجابة المناعية. بعدين عندنا قابلية للذوبان، قابلية للذوبان. كل ما كانت المادة غير ذائبة، كل ما كانت ذات قابلية أكثر على إحداث المناعة. كل ما كانت غير قابلة على الذوبان، كل ما كانت ذات قابلية أكثر على إحداث المناعة. عشان هيك ما نقولش إن الإنتاجين هذا جيد لبعض المواد، لأنها تتحلل وتذوب بسرعة. يعني إذا المادة هذه دخلت الجسم ذابت وتحللت، فما حفزتش على حدوث الاستجابة المناعية يعني وإنتاج الأجسام المضادة، فبالتالي تعتبريش ضعيفة يعني، أو إنتاجين ضعيف، ما بتش ولا إنتاجين جيد أو مستجد جيد سبب في تحفيز الجهاز المناعي وإنتاج الأجسام المضادة. فكلما كانت المادة غير ذائبة، كل ما تكون إيش أكثر لها قابلية أكثر على إحداث المناعة. لكن لما تكون يعني ضعيفة، تحلل بسرعة وذوب بسرعة، فبالتالي مش هتسبب في حدوث المناعة أو الاستجابة المناعية. نجي بعدين عندنا المحددات المستضدية. هذا النوع نسميه أو هذه الممثلات هي عبارة عن زمر كيميائية صغيرة، عبارة عن زمر كيميائية صغيرة على الجزيء المستضد، موجودة وين؟ على الجزيء المستضد، يمكنها أن تحارض الأجسام المضادة وتتفاعل معه، يعني لابد أن تكون موجودة فيه عشان يكون المستضد تضاي جيد. لابد أن يكون فيه هذه الممثلات أو هذه المحددات المستضدية، وممكن المستضد يكون عنده أكثر من محدد واحد، يعني أكثر من محدد يكون عنده. فعشان نقول إن المستضد تضاي جيد، لابد أن يكون عنده أكثر من محدد، يعني عشان هو يتفاعل مع الأجسام المضادة اللي حفز على إنتاجها. يبقى عرفنا إن المستضدات عشان يكون المستضد جيد، لابد أن يكون مادة غريبة عن الجسم، الجهاز المناعي عنده قدرة أن يميز بين الذات والغير ذات. أيضا من ناحية الحجم، لكي تحدث الاستجابة المناعية، لابد أن يكون وزن المستضد كبير، يعني لابد أن يكون الوزن بتاعه أكثر من 10,000 دالتون، أقل من 5,000. نشوف 5,000 قلنا ضعيف، يعني مش هيسبب في إحداث، أو حتى لو حدث تفاعل ما بين المستضد اللي وزنه أقل، جزيء أقل من 5,000، وما بين الجسم المضاد، حيكون غير مرئي هذا التفاعل يعني. فلابد أن يكون الوزن الجزيئي بتاعه أقل من 10,000 فما فوق. التركيب الكيميائي لكي يكون مستضد جيد، لابد أن يكون على درجة عالية من التعقيد، يعني كلما كانت الأحماض الأمينية المكونة للمادة للمواد البروتينية عالية أو كثيرة، كل ما كان المستضد جيد. يعني عكس الدهون قلنا تكون بتاعها التركيب بتاعها الكيميائي يعني ضعيف أو أقل، فبالتالي يعني ما الاستجابة المناعية تكون أقل أو أضعف. يعني كذلك عندنا الشكل والشحنة، ما ذكرناش الشكل والشحنة. قد يكون الشحنة الكيميائية التي يحملها المستضد علاقة عكسية مع شحنة الجسم المضاد. أيضا الشكل والشحنة الكيميائية، قد تكون الشحنة الكيميائية اللي يحملها المستضد علاقة، لابد أن تكون علاقة عكسية مع الشحنة اللي يحملها الجسم المضاد عشان نعتبره مستضد جيد. قابلية المادة على الذوبان، يعني كل ما كانت المادة غير قابلة للذوبان، كل ما كانت قابليتها أكثر على إحداث المناعة. إن المواد اللي تتحلل وتذوب بسرعة مش هتسبب لنا إحداث مناعة يعني. أيضا المحددات المستضدية، قلنا لابد من وجود يعني زمر، هي عبارة عن زمر كيميائية تكون موجودة على جزيء المستضد، فبالتالي هي تحرض لنا إيش عن إنتاج الأجسام المضادة وتتفاعل معها. قد يكون المستضد يعني أكثر من محدد يعني. فبالتالي محاضرة اليوم إن شاء الله حكينا فيها عن الأجسام المضادة، حكينا فيها عن الأنتيجين اللي هي المستضدات، أو ما تعرف بالأنتيجين أو المستضدات يعني، أو مولدات الضد، يعني يكون لها أكثر من اسم. عرفنا أن الأجسام المضادة عندها دور مهم جدا في تشخيص الأمراض، في إجراء الكثير من الأبحاث والدراسات، تساعد الطبيب في تشخيص المرض ومعالجته. لابد أن نحدد ما إذا كان هذه الأجسام المضادة اللي تم إنتاجها أجسام مضادة حديثة، أجسام مضادة سابقة. قلنا يستطيع الطبيب أن يميز ما بين الأجسام المضادة أو الأنتي بادي الحديث والأنتي بادي اللي متكون من عدوى سابقة، ذلك عن طريق عدة الأمور اللي ذكرناها، من تاريخ العائلة، الحالة المرضية، من تركيز الأمصال يعني الأنتي بادي في
تركيز الانتي بادي في المصل اللي خديناه. نوع الانتي بادي هذا قلنا عده انواع الانتي بادي، الاي جي اي والاي جي دي والاي جي اي، وكل واحد عنده دور يعني يعمل فيه او في نلقاه موجود في اماكن معينه. مثلا زي ما قلنا الاي جي اي نلقاه في موجود في الامعاء، في المجاري التنفسيه، المجاري البوليه، وتحميها من الميكروبات. بعدين جينا حكينا عن الاي جي اي مثلا يعني، وقلنا هذا النوع له دور مهم جدا في حالات الحساسيه، ايضا يساهم في القضاء على الديدان الطفيليه. كذلك هذا لما نحدد نوع الانتيجين يعني الاعراض اللي تكون ظاهره على المريض، هل هي مطابقه للاعراض التي يمكن ان يسببها او هذا الميكروب اللي مسبب للمرض وانتاج الاجسام المضاده. يعني عن طريق هذه الامور نستطيع ان نحدد ما اذا كانت العدوى سابقه او العدوى حديثه. يعني قلنا المسددات، توجد مسددات ناقصه، مسددات كامله، وحكينا عليها انواعها، قلنا ذاتيه وغير ذاتيه، وقلنا المسددات المتجانسة والمتغايرة والمتماثلة، وحكينا عن الصفات اللي بد أن تتوفر المسدد عشان نقول المسدد هذا جيد. المسدد هذا سبب في تحفيز الجهاز المناعي، المسدد هذا أدى إلى إنتاج أجسام المضادة اللي هي تقاوم وتقضي على هذا المسدد. لما نقول أذكر مثلا أنواع الأجسام المضادة، يعني في الأسئلة الطالب يكون مركز لما نقول مثلا اذكر لي أنواع المسددات، بعكس لما نقول صنفني المسددات مثلا من حيث التركيب. هنا لما نقول صنفني المسددات من حيث التركيب، فأنا نقصد بها أنواع يعني مسددات كاملة ومسددات ناقصة. لكن لما بنقول أنواع المسددات، فأنا الأنواع اللي ذكرناها الخمسة هي مسددات ذاتية وغير ذاتية ومتجانسة والمتغايرة، ما نلخبطش يعني، والمتماثلة ما نلخبطش. لما نقول أنا أذكر أنواع المسددات يبقى نبي أنواع المسددات، بعكس لما نقول أنا صنفني أو صنف المسددات من حيث التركيب الكيميائي. يعني أيضا لما نقول الصفات التي يجب توفرها في المستضد عشان نقول عليه مستضد جيد، ميز ما بينهم بين الأنواع، مش نلخبط يعني. يبقى عرفنا الأجسام المضادة شنو هي، وعرفنا المسددات شنو هي، كيف تكونت الأجسام المضادة، من سبب في تكوين الأجسام المضادة هي المسددات أو الأنتيجين لما دخلت الجسم وحفزت الجهاز المناعي على إنتاجها. قلنا الأجسام المضادة أو الأنتي بادي شنو التركيب بتاعي، يتركب من أربع سلاسل، اثنين داخلية تكون أو خارجية تكون خفيفة، ومركزية سلسلتين مركزتين تكون ثقيلة وتكون مرتبطة على شكل حرف واي. طبعا تستخدم الاجسام المضاده هذه من قبل الجهاز المناعي، طبعا التعرف على الاجسام الغريبه والتعامل معها والقضاء عليها.